برئاسه معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب عقدت لجنتا الشؤون الماليه والاقتصاديه بمجلسي الشورى والنواب اجتماعهما المشترك الاول مع ممثلي الحكومه لمناقشه مشروع قانون اعتماد الميزانيه العامه للدوله لسنتين الماليتين 2019 2020 والمرافق للمرسوم رقم 19 لسنه 2019 وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي وفي مستهل الاجتماع أكدت معالي رئيس مجلس النواب أن التوجيهات السامية من لدن عاهل البلاد المفدة ستكون نبراس العمل لخدمة الوطن والمواطن كما أشادت معاليها بالتعاون الفاعل والمعهود مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد. وأضافت أن تعزيز التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل بروح التوافق والتكامل ومراعاة مصلحة الوطن العليا وتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم وضمان مواصله برنامج الدعم المباشر للمواطنين المستحقين مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات والتطورات والظروف المحيطه جميعها ستسهم في تحقيق الاهداف المنشوده من مشروع قانون الميزانيه العامه للدوله وبرنامج عمل الحكومه والخطط والبرامج الموجهه نحو تعزيز الوضع الاقتصادي كبرنامج التوازن المالي وغيره من جهته أكد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ضرورة مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019-2020 والوصول لنتيجة توافقية مشيرا معاليه إلى أن توجيهات جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تؤكد دائما على المحافظة على مكتسبات المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه رغم كل التحديات، معتبرا بان هذا التوجه موضع اشاده وتقدير من الجميع، ويعكس اهتمام القياده بالمواطنين ومستواهم المعيشي. من جانبه اكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء ان الشروع في مناقشه مشروع الميزانيه العامه للدوله لسنتين الماليتين 2019-2020 يحقق لمملكه البحرين مزيدا من الخير والرفعه في ظل قياده حضره صاحب الجلاله الملك المفدى ويكفل الاستدامه لمسيره التنميه والتطوير. كما نقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الى رئيسي واعضاء مجلسي الشورى والنواب تقديرا للدور الذي تضطلع به السلطه التشريعيه. واكد معاليه حرص الحكومه على ان يكون التعاون والتوافق السمه الغالبه على اجواء الاجتماعات. وشدد معاليه على ان الحكومه حرصت على ان يكون مشروع قانون اعتماد الميزانيه عاكسا لما تم التوافق عليه من توجهات وسياسات تشكل مجمل برنامجها حتى عام 2022، والتي اقرها في يناير الماضي مجلس النواب، ومحققا في الوقت ذاته شعار البرنامج الذي يستهدف إرساء وترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام لمجتمعنا في إطار من التوازن المالي الذي يسير وفق برنامج مخطط ومدروس ويحظى بمتابعة مستمرة على أعلى المستويات. لافتا معاليه إلى أن من أبرز مقتضيات تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي المنشود ما يعكسه مشروع الميزانيه من ترجمه الحكومه لحرصها الذي تشاطر به السلطه التشريعيه من الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحاليه وعدم المساس بنفقات القوى العامله في القطاع العام علاوه على مواصله تقديم الخدمات الاساسيه ذات الاولويه كالتعليم والصحه والخدمات الاجتماعيه والاسكان والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي ونوّهم عليه بأن الحكومة بدأت في عام 2015 بتنفيذ برنامج مالي، هدفه الأساسي تحقيق استقرار الدين العام والوصول إلى استدامة الوضع المالي للميزانية العامة للدولة، وواصلت تلك الجهود التي حققت نتائج إيجابية عبر طرح برنامج التوازن المالي في أكتوبر عام 2018. وهو ما أظهر انخفاضا ملحوظا في مستويات العجز في النتائج الأولية للسنة المالية 2018 مقارنة بالسنة المالية 2017 وعلى صعيد متصل قدم معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضا شرح خلاله القواعد الماليه والاسس التي بنيت عليها تقديرات الميزانيه العامه للدوله لسنتين الماليتين 2019-2020 والمستنده في مجملها على ركيزتي برنامج عمل الحكومه وبرنامج التوازن المالي واشار معاليه الى ان الحكومه وضعت المواطنه واستدامه الخدمات الحكوميه نصب اعينها في جميع مراحل اعداد الميزانيه كما ارتكزت على اسس مهمه منها حفظ مبالغ برامج الدعم النقدي المباشر للمواطنين لكل سنه ماليه في بند الدعم الحكومي ورصد ميزانيات تشغيليه تفوق تلك المرصوده في ميزانيه عام 2017 2018 لوزارات التربيه والتعليم والصحه والخارجيه وشؤون الشباب والرياضه.